يا صباح الخير والامل والسعاده، صباح يوم جديد ان شاء الله يكون يوم خير وبركه على كل مشاهدينا. جمعه مباركه باذن الله، فقرات جديده مع حضراتكم من خلال مصر الجميله. بصبح عليكم. صباح على طارق. صباح الفل. صباح الخير على حضراتكم، يا رب جمعه مباركه ان شاء الله علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها، وخير وسعاده، ودايما فرحانين ببلدنا الجميلة مصر. النهاردة هنبدأ مع حضراتكم، عندنا فقرات ايه هنا جلانا؟ عندنا النهاردة مجموعة من الفقرات، لكن زي ما بنقول دايما من خلال مصر جميلة بنحاول ان احنا نتعرف على كل الاحداث الايجابية، كل الطاقات اللي بتحدث في الفترة الحالية، لان ده بيدينا نوع من القدرة على التحمل، القدرة على مواجهة كل التحديات في المجتمع المصري. مفيش شك ان التجربة المصرية الان هي محطة انظار العالم كله، كل بينظر الى المجتمع المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات. مش بس بنواجه التحديات لكن بنتقدم، بتحدث تنمية في كل المجالات بخطوات ثابتة وبخارطة طريق ان شاء الله نصل من خلالها الى التنمية في كل المجالات. علشان كده دايما من خلال مصر جميلة بنقول ان شاء الله دايما بكرة احلى، ودايما مصر تستطيع ان تتغلب على كافة التحديات اللي بتواجهها. خلونا قبل ما نشوف فقرتنا النهاردة نتعرف على اهم الاخبار اللي موجودة معانا. نبدأ بايه يا طارق؟ هنبدأ بالخبر الاول، وزير الثقافة تفتتح فرع هيئة الكتاب في بيروت وبعد تطويره واعادة تأهيله. بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات، نجحت وزارة الثقافة في استعادة فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب ببيروت، والذي تعيد افتتاحه بعد تطويره وإعادة تأهيله. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والسفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، في حضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة، وذلك اليوم الجمعة 5 يوليو 2019. وأكدت عبد الدايم أن فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب ببيروت يعد أحد تجليات الريادة الثقافية المصرية إقليميا، باعتباره أهم المقرات المنتشرة في مختلف أرجاء الوطن، وتأتي استعادة تشغيله بعد اجتياز التحديات وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة به، والتي ساعدت على إحيائه من جديد ليواصل دوره في نشر الثقافة، يؤكد قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين شعوب الأرض. فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيروت تأسس عام 1967، حيث كانت لبنان منطقة لوجستية هامة للثقافة والفنون، وبعد اندلاع الحرب عام 1975 تم تدميره وانتقل إلى مقر جديد يضم دورين ومخزن للكتب، وده جزء مهم جدا لمد جسور الثقافة والتواصل ما بين الشعوب. زي ما حضراتكم عارفين المعرض الدولي للكتاب اللي بيقام كل عام ده معرض كبير جدا، وبتحضره كل أو بيحضره كل الكتاب وكل المثقفين وكل ناشري الأدب في كل أنحاء الوطن العربي. بالتأكيد عرس ثقافي مهم جدا بننتظره كل عام، وبينتظره كافة المثقفين والمعنيين بالحركة الثقافية في مصر وفي كل دول العالم. وإن شاء الله يعني الثقافة تنتشر بشكل كبير، لأن الثقافة هي الأساس اللي من خلالها بيتم الاطلاع، بيتم المعرفة، بيتم تكوين شخصية أي إنسان. فكل التوفيق لوزارة الثقافة ولكل الجهود المعنية بزيادة الثقافة في المجتمع المصري والمجتمع العربي كله. حقيقة زي ما بنقول دايما أي نشاط بيتم أو أي شيء بيتم من أجل الوطن ده بيسعدنا وبينعكس علينا جميعا. الخبر الثاني اللي معانا النهاردة بيقول حملات نظافة وتطوير شوارع مدينة الأقصر لخدمة الأهالي والسائحين. طبعا مدينة الأقصر كلنا نعرف أهميتها على الخريطة السياحية في مصر وليها مكانتها على مستوى العالم. خبر بيقول يتم خروج حملات يومية لنظافة شوارع مدينة الأقصر لتجميلها أمام السائحين والأهالي، حيث تم إطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق الحي ورفع كل أكوام القمامة والراتش والمخلفات وغسيل أرصفة الكورنيش بواسطة المكبس الآلي ومعدات المدينة وعمال الحي. وتم تنفيذ حملة نظافة لكنس الأتربة الناعمة من الأرصفة
وغسلها بالمياه بواسطة المكنسة الآلية والعمال. قد تم تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر ورفع كل تجمعات القمامة والردش من جميع حاويات القمامة وبرز وبؤر تجمعات القمامة. الحملات أسفرت عن رفع القمامة بمعدل 3 سيارات نقل 3 متر مكعب، وكذا رفع وإزالة حوالي 3 سيارات نقل 3 متر مكعب تقريبا أتربة ناعمة. وقد تم تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر. تأكيد ده هيكون ليه انعكاس مش بس على أهالي الأقصر، لكن على كل سائح موجود وبيشوف إزاي بيتم الاهتمام بالمدينة وتجميلها. ده هيكون صورة بتنعكس وبيتم نقلها إلى الدول المختلفة من خلال هؤلاء السائحين. علشان كده بنهتم بكل انطباع لدى السائح، لأنه مش بيكون مجرد انطباع شخصي، لكن بيتم نقله أيضا إلى عدد كبير، خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الصعيد الآخر، وزي ما حضراتكم عارفين، مصر بتحتفل بعرس رياضي كبير وهو إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر. حقيقة بالتنظيم والمستوى الرياضي، الخبر ده متعلق أيضا بالرياضة من داخل القارة الإفريقية. اليوم انطلاق البطولة الإفريقية للناشئين السلة، وبتنطلق اليوم الجمعة منافسات البطولة الإفريقية لناشئي السلة تحت 16 سنة، والتي تقام بالرأس الأخضر بمشاركة المنتخب المصري. ويترأس البعثة خالد القوسي، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخب الرجال في التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة، إلى أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى رأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين. وأقيمت قرعة البطولة والاجتماع الفني أمس بحضور وفود الدول المشاركة في البطولة، وكان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة ليحصد اللقب العاشر في مسيرته بالبطولة العربية. أعتقد أنه جزء مهم جدا، وأعتقد كمان أنه بقى نمط حياتنا الرياضة، وزي ما احنا متابعين هذه البطولة الضخمة اللي بتقام على أرض مصر، كمان البطولات على المستوى الإفريقي بقت تصل إلى العالمية الحقيقة. صحيح. بمنتهى الأمانة، في تنظيم، في أداء، حتى في الفنيات وصلنا لمستوى جيد جدا، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نتصدر البطولات العالمية الكبيرة. عايزين نشوف المستوى العالمي والدولي على أرض الملعب من الفريق القومي المصري، وإن شاء الله نستمتع. طبعا كلنا في انتظار المباراة غدا بإذن الله. كل التوفيق لكل الفرق المشاركة، وبصفة خاصة جدا لفريقنا المصري، وإن شاء الله يكون يعني البطولة من حظنا، لأن احنا عندنا إن شاء الله يعني المناخ متوفر للفوز، وإن شاء الله بالفعل يستطيع المنتخب أن يسعد الملايين اللي بينتظروا هذا الأداء بإذن الله. إن شاء الله بكرة كلنا نستمتع بكرة عالمية. بكرة زي ما بنقول، بكرة النتيجة هتبقى كام تقريبا يعني؟ قول يا رب. يعني كام؟ قول يا رب. يعني احنا يهمنا ان احنا كمان مش بس النتيجه، الحقيقه يمكن دي ملحوظه دايما بنقولها مع كل مبارياتنا، عايزين نستمتع باداء، عايزين لاعبينا يعني المنتخب النهارده الحقيقه يعني بيشتمل. لا انا عايز البطوله، انا مش عايز الاداء. الاداء لا لا انا عايز اكسب. لا احنا عايزين برضو اداء، يعني اداء بنستمتع بيه، يعني الاداء اللي بنستمتع بيه ده هدف لينا ايضا، ولان ده بينعكس على يعني سمعه الفريق المصري. بص، ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا الى جانب النتيجه الاساسيه. يعني في البطولات في البطولات الكبيره، حتى تلاقي الفرق والمنتخبات الكبيره اللي احنا يمكن بنشجعها كلنا بيبقى عندها جزء مهم جدا، خاصة في البدايات، هي حصد النقاط. صحيح. ده هتفرق قوي، لأنه ده بيسهل عليهم المشوار. الحمد لله منتخبنا الوطني وصل ل9 نقاط، متصدر المجموعة بدون أهداف. أعتقد أن ده هيساعد كتير جدا بإذن الله في مسيرته. إن شاء الله بكرة تبقى مباراة جيدة، ونتمنى أن احنا نشوف فعلا أداء فني راقي، بس برضو الأهم الثلاث نقاط دول اساسي. ده احنا مش هنتكلم في الموضوع ده. كل التوفيق لمنتخبنا. سريعا جدا هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. نشوف الاول موضوعنا ايه قبل الفاصل.
احنا النهارده موضوعنا موضوع كمان مهم جدا لانه بيتعلق بالشباب، والشباب يعني هم أيقونة التغيير في كل مجتمع، هم اللي دايما ليهم الحراك مش بس على مستوى المحلي، لكن أصبح الشباب النهاردة بيشارك في كافة المؤتمرات الدولية، أصبح هناك اهتمام بالشباب بشكل كبير من قبل القيادة السياسية. مؤتمر الشباب اللي بيحظى باهتمام كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنة بيكون ليه مش مجرد توصيات عادية، لكن بيكون فيه أيضا استمرارية لأداء الشباب على مدار يعني الفترات المختلفة. حقيقة نموذج المحاكاة من النماذج اللي أصبحت متواجدة باستمرار، علشان كده النهاردة هنشوف نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي والقمة العربية الأفريقية، إزاي شباب مصر وإفريقيا بيقوموا بتقديم هذا النموذج، وإزاي بيتم محاكاة هذا النموذج، وإيه الدور وإيه الهدف اللي بيسعوا إليه من خلال تقديمه، خاصة إن احنا في الفترة دي كلنا بنتكلم عن التعاون المصري الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. إيه رؤية الشباب؟ إيه أفكارهم؟ إيه تطلعاتهم؟ إيه خططهم بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل الدول اللي بينتموا إليها؟ أعتقد موضوع مهم جدا. خلونا صحيح. نتعرف على رؤية الشباب وإزاي بيفكروا في هذا الموضوع. هيكون معنا الأستاذة هبة عاصم الموثق العام لنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية من شباب البرنامج الرئاسي، وهيكون معنا كمان الأستاذة إسراء يونس ممثل مصر في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، وهيكون معنا الأستاذ محمد إبراهيم ممثل تشاد في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية أيضا، والأستاذ أحمد يوسف علي ممثل نيجيريا في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، ونائب رئيس مجلس الشباب العربي الإفريقي للتكامل والتنمية. الجميل في الموضوع أنه هذا النموذج أقيم في المؤتمر الشباب في 2018 وما زال مستمر حتى هذه اللحظة، بيتابع كمان هذا الشباب الجميل اللي احنا هنلتقي به بعد يعني لحظات، بيتابع توصيات هذا المؤتمر، ماذا حدث، ايه اللي حصل، بيحصل كمان انه في حوار ما بين شباب هذه الدول بينهم وبين بعض في أهمية كل دولة من دول الأفريقية وكيفية المشاركة والتعاون بينهم وبين بعض. خلونا نخرج لفاصل، بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا وفقرتنا في هذه الحلقة. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.